8 في 18 دقيقة على ديوانة فيم. احنا صب طريف مطر ونحسوا روحنا كجو الشتوي في صافيس هكا. ما حليها المطر والله ما حليها. ان شاء الله ربي ديما ينعم علينا بالخير، وكل قطرة من الأمطار ان شاء الله غيث نافع لبلادنا يا ربي. أمطار زايدة صارت في أوروبا بين البارح واليوم، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، زايدة فيضانات أمطار قوية برشا. باش نحكيو على الطقس، باش نحكيو على ارتفاع الحرارة، باش نحكيو على الفترة القادمة، وأيضا على الأمطار هذه كيفاش باش تكون اليوم والأيامات القادمة في فقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور معانا مباشرة الدكتورة نادية المخينيني، خبيرة في المناخ. صباح الخير ونهارك زين دكتورة. مرحبا بك يا للا، مرحبا. احنا مبرمجين باش نحكيو على ارتفاع درجات الحرارة، لانه بدات ترتفع درجات الحرارة، شفنا موجة حر وسمعنا وانه فما موجة حر الايام القادمة زايدة، دونك باش يكون فما ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وبرشا ناس يتسائلوا اذا كان من توا الطقس بدا يسخن، اذا كان سيء معناه باش ندخلوا في فصل الصيف، مع أنه الفصول تغيرت مع التغيير المناخي، ولا مازال. دونك ماذا بينا نفهم شوية هالعوامل هذه، هالمظاهر هذه متاع الحرارة، تعطينا فكرة. تحب نبدأ بالأمطار الأخيرة هذه ومن بعد نمشيو للارتفاع متاع الحرارة؟ اي دونك سمعتك تسمع تحكي صباح على الامطار اللي في تونس، حتى احنا انا في بنزرت اكتويلمون، حتى احنا مطره دونك الحمد لله. هي راهي الامطار ديما تفرحنا تو مومون، كل وقت الصبح ديما تفرحنا. وهي الامطار هذه زي امطار معناها باساجير، مش حاجه كبيره نتاع كلك مليمترات، ما تكونش 5 6 مليمترات، معناها مش حاجه كبيره. هي ديما حاجه باهيه تفرشك اكسيتيرا، تروي 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 الارض شويه. باهي دكتوره. سينو امطار وفيضانات في اوروبا؟ اي اما جوست بالنسبه لتونس حبيت نقول لك اللي هذه هي الفتره جوست نتاع الصبحيه، هذه امطار ومن بعد تهوى، معناها ما عادش العشيه ترجع تسخن، ما عادش ترجع مش تسخن، مي ما عادش باش تبدا فما امطار في العشيه. باهي وبالنسبه للفيضانات في مناطق اوروبيه، دونك وصلوا لي طلب اجلاء مواطنين في المانيا، امطار غزيره جدا، متعودين انه يصير هكايا في الفتره هذه في ماي في اوروبا؟ اي في ديما راهو في الفتره هذه، هي فتره نتاع تغيير مناخي تنجم تصير فيها عده فيضانات، كانت صارت قبل في اوروبا مش اول مره معناها تصير فيضانات هذه. دونك ماهيش حاجه كلها معناها غريبه ولا ما يعرفوهاش، متعودين بها. اي دونك وهي امطار كما قلت لك راهي امطار باساجير، مش باش تزيد تقعد اكثر من هكا. داكوغ. به دكتوره دونك حديث عن موجه حر قويه جايه لتونس، اذا كنت تنجم تاكد لنا المعلومه هذه، وقتاش تبدا الموجه العاليه نتاع الحراره؟ صحيح ثم موجة جاية نتاع حر، هي بدات ديجا الموجة من قبل. الجماعة اللي نسكنوا في الشمال وفي الوسط ممكن مش حاسين بها برشا، ولا وين الدنيا سخونة، خاطر أكثر حاجة هي متمركزة في الجنوب التونسي موجة الحر هذه، واللي معناها توصل درجة الحرارة 40 و42 درجة في الجنوب التونسي، اللي هي معناها تفوت تقريبا مدينة 6 إلى 8 درجات بالنسبة للدرجات العادية شهر مايو. لكن درجات الحرارة هذه ما فاتتش الريكور اللي هو كان تسجل في التسعينات في الجنوب التونسي، معناها ماهيش درجات اللي هي صحيح سخونة وفيت الدرجات العادية، أما مثلا با دي باسي لو ريكور. بربي شنو نفسر النقطة برك اللي يقول لك احنا نحسوا هي 40 درجة ومستحيل هذه 50. صحيح، لو غوسونتي هذاك اي ديبون دو كوا؟
جوستومون هذا ديما نحب نفسرها على خاطر يقولوا يقول لك انا غالطين، يقول لك 40 وماهيش 40، هي راهي درجات الحراره اللي احنا نقيسوها، معناها اللي نقيسوها لي كابتور اكسيتيرا، هي درجات حراره تحت الظل، يقول لك تحت الظل. ايوا تحت الظل هي موجوده في 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 صندوق نورمالمون يكون معناها في بلاصه معشبه وفي صندوق مسكر تحت الظل ما يدخلوش الشمس. دونك الغوسطي هذيك معناها تحت الظل، انت كي تبدا تمشي في الشارع تحت الشمس ديريكتومون سي توتا في نورمال انك مش تكون حراره اكثر. حاجه عاديه جدا، معناها هذه الغوسطي في دارك مسكر عليك ولو لي فولي مسكرين، معناها في بلاصه مسكره، دونك دونك اي واحد يمشي في الشارع ديريكتومون منه للشمس باش يحسها بدرجه اسخن بياسر، وما نحكيوش بالطبيعه اللي في وسط الكراهب. اللي إذا كانت ما فماش كليماتيزور فهمت؟ دونك وسط الكراهب والكرهبة تبدا مسكرة، وأنت مثلا خليتها في الشمس وبعد جيت رجعت لقيتها تشعل بالنار، سيكو خاطر ثم سون أبيل فيت سير اللي صار على الكرهبة، اللي خلى التمبيراتور الداخل في وسط الكرهبة أعلى بياسر من درجات الحرارة اللي لبرا. دونك الفيت سير هذاك عملوا البلار نتاع الكرهبة نتاعك. دوك على هذاك ماذا بيك الكهرباء نتاعك تغطيها باي حاجه كاش سولاي ولا حاجه باش ما تنفعش الغوسونتي هذاك نتاع السخانه داخل الكهرباء كي تجي تلقاها مسكره باش ينقص. باهي دكتوره، دونك نرجع للارتفاع نتاع درجات الحراره اللي قلت باش يجي في الايام القادمه، بعده باش ترجع تبرد ولا باش نقعدوا في الحراره في ارتفاع الحراره؟ لا بعده باش ترجع تبرد درجه الحراره، هي اكثر حاجه اكثر ايامات اكثر نهار سخون هو غدوه. غدوه قداش نجم توصل الحراره؟ هو اللي محطوط في لي موديل اتموسفيريك ما بين 40 و 42 درجه غدوه. وين؟ في الجنوب توزر 12 بلايص هذوك. احنا معناها جماعه الشمال الوسط في ما بين 28 و 30 درجه، اللي هي غولاتيفمون زاد عاليه معناها عاليه بالنسبه للفتره هذه. اي خاطر شهر مي جينيرالمون كما قلت لك درجات الحراره ما بين 22 23 درجه لا موين في تونس في المناطق هذيك، دونك عندنا اقل شيء 5-6 درجات زايدين على لا موين. وهذا كيما ديما نحكيو فيه راهو هذا هو. دونك مازلنا نحكيو على هذه التاثيرات نتاع الاحتباس الحراري دكتوره، وفما بالله زاد كومنتير من صديقنا على شين يوتيوب حول الثقب نتاع الاوزون، انا برشا ما حكيناش عليه الثقب نتاع الاوزون، عنده دخل زاده؟ اغذر اللي هو ثم زوز طبقات في الطبقات على الكره الارضيه، ثم طبقه الاوزون اللي فيه ثقب الاوزون، وثم طبقه الغازات اللي هي تساهم في الاحتباس الحراري. ايوه هذوما زوز طبقات مختلفين. الطبقه اللي تساهم في ارتفاع درجات الحراره هي الطبقه اللي فيها الغازات المسببه للارتفاع الحراري، كما ثاني اكسيد الكربون، كما لي اكسيد دو سوفر، معناها لي الغازات اللي نسميو لي غاز ايفي دو سير. هذوما الطبقه هذه قاعده تمشي وتعلى وتكبر، معناتها علاش غادي نحسوا باكثر سخانه. لكن طبقه الاوزون اللي طبقه اخرى معناها متكونة من غاز الأوزون أو 3 هذيك ماشية ثم معناها بارتي فيها قاعدة تقل، دونك تقل بما معناه أنه تقولش عليها ثم ثقب، وما هو غيالمون ماهوش ثقب، معناها خاطر الطبقة في المناطق العادية معناها تكون بدرجة معينة، وفي طرقات في بقعة أخرى تقل بمثلا كلكو معناها متر ولا كيلومتر. وشنو هو تأثيره هذا؟ وهذا جست ما هذا تأثيره، غير أن طبقة الأوزون هي أنا بنفسرها بيا لليونيت سولير دو لا تير، معناها تحمي الأرض من الأشعة الفوق البنفسجيه يو في، دونك تاثيره على الارض ماهوش ارتفاع درجات الحراره طبقه الاوزون، معناها الثقب نتاع طبقه الاوزون، تاثيره على الارض اللي هو عافانا وعافاكم الله اللي مالادي معناها كونسيريجين نتاع فهمت، معناها الكل هو فيه مضار من لو غيونمون الخافيولي فوق البنفسجيه، معناها ارتفاع درجه الحراره ماهوش مرتبط بثقب الاوزون، هو مرتبط
بالطبقة اللي فيها لغاز أي في تسير. واضح. الحرارة باش تكون الصيف السنة كيما عم ناول، عم ناول في جويلية جات حرارة مرتفعة جدا، كان مش غلط أنا مانيش في تونس الحمد لله منعت منها هذيك، ولكن كانت أيام حرارة كبيرة برشا كسوا في تونس ولا في العالم. شفنا مثلا المدة الفارتة حرارة غير مسبوقة في البرازيل وصلت ل 62 درجة رغم أنه فصل الربيع. موجات كما هكا ممكن تعيشها تونس في الصيف هذا؟ بما أننا مازلنا عايشين في التغيرات المناخية معناها كل شيء وارد، أما باش نعطيك بالضبط قداش منجموش خاطر الموديل أتموسفيريك ما يعطيكش أتخي لون تيرم، معناها أكثر من 10 أيام 15 يوم بريفيزيون ماكسيموم. أما بما أنه نقولوا إحنا مازلنا عايشين في التغيرات المناخية ومازلنا عايشين تحت معناها لي غاز إيفي دو سير مازالوا موجودين، ومازلنا في السيناريو نتاع ارتفاع درجات الحرارة، خاطر هما دي سيناريو يقول لك سيناريو بيسيميست أوبتيميست، معناها احنا في ان سيناريو ماشيين، دونك احنا في سيناريو نتاع ديما في ارتفاع درجات الحراره، دونك ممكن جدا انه مش نعيشوا نفس موجات الحر اللي عشناهم في العوام السابقه. داكوغ. دونك تو ما عادش نحكيو زاد على فصل ربيع دكتوره، لانه الحراره ما ولكن كاين حراره نتاع الصيف. هو تويكا الموجة الحر ماهيش مش تدوم، أنا باش تقعد تنخفض شوية في الأيامات اللي باش يجيو، كما قلت لك راهو أكثر موجة حر مع أكثر أيامات سخونة باش تنخفضوها هو غدوة. من بعد ترجع تعتدل معناها. ترجع تعتدل أكثر شوية من العادي، الحقيقة 28 درجة 26 درجة، مي معناها ماهيش بالسخانة اللي باش نحسوها غدوة. بيه دكتورة، دونك نعاود نذكر مرة أخرى بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية اللي حكينا عليها، ظهر لي ضروري وأنه باش نزيدو نذكروا الناس بضرورة الوقاية والحماية من الأشعة هذه، لأنه احنا نحكيو على شمس وحرارة وسخانة وكل شيء وضربة الشمس، ولكن ننساو وأنه زيادة هالأشعة فوق البنفسجية اللي تسبب في أمراض كثيرة، باش نذكروا بضرورة الحماية منها زيادة. اي انا والله ديما نحكي لهم لي ستوديون تاعي، نقول لهم راهو حتى الاولاد نقول لهم راهو لازمكم تلبسوا لي لونيت سولير بالله ثبتوا فيهم اسكو سون كونتر الاي في ولا راهو سينو تزيدي معناها تشريوها حتى رخيصه وتعرفوا اللي هي كونتر الاي في خير ما تشريها معناها باش هكاك. انا يلزمني نثبت من الخاصيه اليوم اي نظاره شمس نظاره شمسيه باش ناخذها يلزمني نثبت من الخاصيه اللي هي كونتر الاي في. اكيد خاطر هذه تحميلك ديريكت مع عينيك، وزاد نقول لهم نقول لهم حتى الاولاد ما تحشموش باش تعملوا ليكرون سولير. راهو ليكرون سولير بالحق معناها ماهوش خاصيه للبنات، خاطر احنا نقول لك هاي عامل ليكرون، راهو ليكرون هذاك سيتو بروتيكسيون كونتر لي جوفي اللي هما عامل يكونوا مخطرين، وراهو بالحق مخطر برشا ونجم يعمل برشا مشاكل على البشره نتاع نتاع الانسان. دونك ويعملوا لي زيكرون على بدن كامل تو داخلين على صيف وبرونزاج وعباد تقعد، خاصه كما قلت انت بالنسبه للاولاد وبالنسبه للرجال اللي هكا تحسوا يترفع باش يعمل ليكرون وقت اللي هو يعرض زاده روحه لامراض جلديه خطيره. نحكيو على امراض عافانا وعافاكم الله سرطانيه انواع واشكال، معناها فما العديد من الامراض اللي بمجرد اذا كان يحمي روحه باش يمنع منها، بسيطه المعادله. بالضبط بالضبط، دونك ديما نحاول الوعي، راهي التوعيه مهمه جدا، معناها نحكي لهم ونقول لهم يا سيدي مش لازم تحط قدام العباد، حط بينك وبين روحك، اما حط ليكرون سولير على خاطر راهو بالحق حاجه مهمه برشا مع الايفي اللي قاعد يحمك للارض. شكرا لك دكتوره ناديه المخينيني خبيره في المناخ على كل هذه التوضيحات.
سمعت محمود تمشيش تهبط وتخرج للشمس ما غير اكرون. حتى كي تعمل اكرون راه ما يلزمش تقعد برشا في الشمس، راه مش معناها تعمل اكرون تنجم تعدي نهار في الشمس، راه زاد هو عنده ساعات راه معناها بعد ساعتين ولا ثلاثه لازمك تعاود تعمل. وتوا سهلت هذا الاكرون عملناه ولا انا ريتها فشفاشه. لا لا فشفاشه تك تك مش بومادا تقعد تطلع هذيك اللي بتحبها. هذيك نتاع البحر فشفاشه تك تك باهي بحر ولا غير بحر باهي هي في الحالات الكل معناها هذيك. وتلبس حاجه وخاصه بالنسبه للصغيرات معناها شمس قويه تسطع بالقوي تضرب برشا مخيش من المظله خاطر على داير البدا معناها حتى على الكرومه من تالي ولا كي يبدا يلعب على الشط ما يلعبش كيكه معناها ما يبدا أكثر من ساعة ونص في الشمس في الصيف نحكي ما فيها خطور. يا لحكينا دي لانفيتي دي جو.